فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخل المأموم في الصلاة بعد فوات ركعة وأدرك الإمام في الثانية، فهل يذكر الاستفتاح لأن هذا أول الصلاة بالنسبة للمأموم؟ نعم نعم، يستفتح ويستعيذ حتى فيما يجهر فيه إمامه، يقولون، لأن الاستفتاح والاستعاذة لا يتحملها الإمام عن المأموم فيأتي بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.